كتبدأ القصة مع واحد الله يسميتو ديابولي كيتسلل المتحف الوطني، قتل الحايس اللي في الباب ودخل الخزنة ديال المتحف يسرق واحد التاج، الحراس الآخرين يكونوا قصارين كارطة حتى يخدم الإنذار. نادو كيجريو الخزنة، فتحوا الباب دخلوا لقاو الحارس مقتول، التاج غبر، وديابوليك علق من الشرجم بواحد الطائرة شراعية. هاد ديابوليك سنين هو محمق البوليس، كل مرة كيدير لهم سرقة بطريقة ذكى من الأخرى، وعمرهم ما قدروا حتى يقربوا يشدوه. نزل فوق طوموبيل سايقة خطيبته إيفا اللي كانت شريكته في العمليات وعفات. من بعد ايام داروا واحد المازد على القطع المكمله للتاج، لبسوهم لشي بنات باش يعرضوهم، ولكن مع دخلوا للخشبه تقطع الضو، الناس تخلعوا بزاف. فهاد الوقيته جا واحد البوليسي عند البنات وطلب منهم يمشيو معاه باش يحميهم بين ما يرجع الضو، دخلهم لواحد الغرفه سد عليهم. فهاد اللحظه بدات كتحرك وغنعرفوا بلي الغرفه كاميو، وداك البوليسي ديابوليك داير قناع ديال محقق. من بعد ما ضرب مسافه ديال الطريق هو خطيبته، حبس الكاميو وامر البنات يحطوا المجوهرات وينزلوا ولا يقتلهم. البنات بطبيعه الحال ما عندهم ما يديروا، حطوا ليه المجوهرات وتحركوا من تما. قصدوا واحد البار كان قريب لديك المنطقه، وهما داخلين بدا واحد الصاد كيبسل عليهم وهي تضرب مول القائده ديالهم. جبدوا كامل الاسلحه وطلبوا منهم يعطيهم تليفون. اتصلت القائده ديالهم بالمفتش جينجو، وهنا غنعرفوا بلي البنات مع البوليس وبالعاني داروا هاد الخطه وخلاو ديابوليك يسرق القطع ديال التاج حيت فيهم جهاز تتبع. بداو متبعينو امالا على انهم يشدوه، ولكن من بعد مده ديال الطريق ما بقاتش كتبان الاشاره، وغنعرفوا بلي دخل المخبأ ديالو تحت واحد الجبل. كانوا فرحانين بزاف بنجاح العمليه، طلبات منو ايفا يرتاحوا شويه من هاد الشيء ويعيشوا حياتهم، ولكن ديابوليك ما بغاش حيت كنلاقي المتعه في السرقه. فهاد الوقيته وصلوا البوليس للدخله ديال المخبأ حيت هي البلاصه اللي غبرت فيها الاشاره. الاول ما بان ليهم والو حتى قربوا يتحركوا من تما، وهو يضرب جينكو على الحدود ديال المدخل. جابوا الديناميت دوروه به وكتسمع ديك بوم، ضرب ديابوليك على الكاميرات بانوا ليه قاصدينه، وهو ياخذ خطيبته وخرجوا من باب اخر. دخلوا البوليس كيجريو وقلبوا الدنيا، لقاوهم غبروا، هز جينكو راسو بان ليه الباب وهما يخرجوا منه وتبعوهم. ديابوليك وايفا كيجريه والبوليس موراهم. فهاد اللحظه تلوت رجل ايفا وما بقاتش قادره تجري، طلبات من ديابوليك يعاونها، ولكن صاحبنا شاف راسو الا بقى غادي يحصلوا بجوج وهو يسمح فيها وعلق. ايفا سخطات عليه ديال بصح، شافت البوليس قربوا ليها جمعات راسها ونقزت في الماء. البوليس ملفلت لهم ديابوليك وايفا رجعوا للمخبأ ديالهم يكملوا التحقيق. المخبأ كان عامر بالكنوز والتحف الاثريه، كاين شي وحدين ما كيحسبش ليهم كاع راه هو اللي سرقهم. المهم صاحبنا خاربها ديال بصح، لقاو حتى التصميم ديال واحد المبنى مهجور مشاو ليه يقلبوه، عياهم يدوروا ما لقاو والو. حتى كانوا خارجين تكا واحد البوليسي على شي حديده وهو يتفتح باب سري في الارض، دخلوا منه لقاو مخبأ اخر ديال ديابوليك كان عامر بكاع المعدات اللي كيستعمل في السرقه، ومن بين دوك المعدات كانت واحد الماكينه كتصايب ماسكات على شكل وجه. جينجو قال مع راسو بلي ضروري ديابوليك يحتاج شي حاجه ويرجع ياخدها، داكشي علاش خلى المخبأ كيف ما هو ونشر الرجال ديالو وسطو باش الا جا يشدوه. النهار الاخر وصلت دوقة التيا اللي كان عندها واحد الكوري يساوي بزاف ديال الفلوس، ملي ضربات على الرجال اللي تعرضوا لها في المطار وما شافت جينجو وسطهم سخطات وتحركت للبيرو ديالو. ملي وصلت لعندو غنعرفوا بلي جينجو التيا في علاقه، ولكن ما يقدروش يعلنوا عليها حيت هي دوقة وهو مفتش. سولاتو علاش ما تعرضش ليها في المطار، طلب منها السماحه وفهمها بلي مشغول بالقضيه ديال ديابوليك. في الاخير طلبات منه يمشي معها لواحد الحفله باش يحرسها حيت تكون لابسه الكولي ديالها وتحركات. في الجهه الاخرى رجع ديابوليك للمخبأ حيت احتاج شي حاجه من المعدات، وهو داخل سمع البوليس كيهضروا وعرف بلي منتشرين في المخبأ ومسنينو يجي باش يشدوه. بقى عاصر عليهم حتى مشى واحد سميتو رولر للغرفه ديال المعدات وهو يتبعو. فتح الباب رولر شافو تيرا فيه ولكن غطلع غير مرايا. البوليس اللي برا سمعوا صوت القرطاج جاو كيجريو، بغاو يحلوا الباب الحديده واحله وهما يفرقعوه. ملي وصلوا لقاو رولر مغيب وجهاز صناعه الاوجه غبر. جينجو ملي وصلاتو الخبر سمعوهم الهضره وعطاهم الاوامر باش يجمعوا راسهم حيت ضروري خاصهم يشدوه. في العشيه هو مع الوزير اللي متبع القضيه وصلتهم ابيل، جاوبوا لقاو ايفا قالت لهم بلي ديابوليك خانها، داكشي علاش بغات تعاونهم يشدوه، ولكن في المقابل خاصهم يعاونوها تخرج من البلاد. جينجو ما عجبوش البلان ديال يتعاون مع ايفا، دار براسو واقف قدام الوزير، ولكن ملي خرج امر الرجال ديالو يتبعوا لابيل الجايه ويشدوها. النهار الاخر اتصلت به من واحد الهاتف عمومي وهي كتفهم معاه، لاحظت بلي الرجال ديالو كيدوروها. قالت ليه الا كنتي بصح باغي تعاون معايا خلي لي ميساج في الجريده، والمره الجايه الا حاولتي تغدرني كيف ما درتي دابا غنغبر وعمرك تعاود تشوفني مازال. عطى الاوامر الرجال ديالو باش يشدوها، فتحوا الباب ديال التليبوتيك لقاوها على القاس من واحد الحفره في الارض. هادي المحققة إلينا وهي كتفيريفي المسروقات، لقات ناقص واحد البراسلي دايرها ايفا في يدها. اتصلت بجينجو قالتها ليه، ديك الساعة بداو التتبع ديالو وقدروا يوصلوا لايفا. مشات ضابط رولر باش يشدها، ولكن مع قرب ليها ضربات حبونة عساتو وبدات كتهدد البوليس بلا تقتلو. اودي اللي مضعبل مضعبل، البوليس ما لقاو حتى حل اخر، حيدوا الاسلحة عطاوها طوموبيل ركبات فيها
وعفاك رولر ملي رجع للمقر سمع احسن ما كاين في السبان وصيفطو يعاون الينا في المخزن. الينا ورولر يكونوا كيعرفوا بعضياتهم من ايام الدراسه. الينا سلمات عليه على هذا الاساس ولكن هو فحيلة ما عقلش عليها. الوزير ملي عرف تخلويد اللي دار جانجو باللي غدر ايفا سمعوا الهضره وامروا ينزل الرساله اللي طلبات منه في الجرائد ويطلقها باش تعاونوا يشد ديابوليك. بالفعل داكشي اللي دار، نزل الرساله في الجريده. كي شافتها ايفا اتصلت بي ودارت معاه يتلاقاو في القمه ديال واحد البرج. ملي تلاقاو فهماتو بلي الطريقه الوحيده باش يشدوا ديابوليك هي يطمعوا بالمسروقات اللي خداو من المخبأ ديالو حيت عزاز عليه بزاف ومستحيل يسمح فيهم. سولها جينجو كيفاش غيديروا ليها، قالت لي نشروا خبر ديال نقل المسروقات، نهزوا كاميون نديروا في حيله بصح غادي نحولوهم هنا، ضروري ديابوليك ما يحاول يستغل النفق اللي في الطريق ويسرقهم. ولكن ديك الساعه يلقى الكاميو خاوي ونخرجوا نشدوه. النهار الاخر الدوقه كتجرب الكولي ديالها، جا عندها جينجو واعتذر ليها حيت ما يقدرش يكون معاه في الحفله بسبب الخطه اللي داير باش يشد ديابوليك. قالت ليه ماشي مشكل، وهما كيهضروا ضرب على واحد البنت كدور في الغرفه، سولها عليها قالت لي جات باش دير لي الميك اب. في نفس الوقت في المخزن يكون المساعد ديال جينجو كيعرض الخطه على باقي الضباط بالاضافه لشي تعديل زادو من راسو. تعديل هو في عوض ما يخليو المسروقات هنا غيشارجيوها في كاميو اخر ويصيفطوها مع شي ضابط في اتجاه واحد اخر باش حتى الا خانتهم ايفا وبغات ترجع موراهم تسرق الذهب تلقاهم حولوه. المشكل ديال هاد الخطه هي حتى ضابط ما بغى يتحمل المسؤوليه ديال الشاحنه اللي غيديروا فيها المسروقات. رولر قال مع راسو هذه هي الفرصه باش نرد الاعتبار وطلب من القائد يخليه يتكلف بهذه المهمه. حاولت ايرينا تقنعو يتراجع وملي ما قدرات غفلات وتخبعات في الكاميو ديال المسروقات باش حتى الا وقعت شي حاجه تكون قريبه وتعاونوا. جا الوقت ديال تنفيذ الخطه، خرج الكاميو الخاوي مع مجموعه ديال الحراس باش يوهموا ديابوليك راه فيه المسروقات. ومورها بمده قصيره تحرك رولر بالكاميو ديال داف في اتجاه اخر. وصل الكاميو والحراس النافق، تما لقاو ديابوليك سادو وبدا كيخرج غاز منوم طيحهم كاملين. ملي حبس الغاز خرج جينجو مع ضباط اخرين يشدوا ديابوليك، وهنا غتكون الصدمه. الشخص اللي واقف قبالتهم كيحسب لهم ديابوليك طلع غير تمثال. في نفس الوقت دوقه قلبت على الكولي ديالها لقاتو تسرق، وبطبيعه الحال البنت اللي جات دير لها الميك اب هي اللي سرقاته. رولر من بعد ما ضرب مسافه ديال الطريق وقف قدام واحد الطوموبيل نزلت منها البنت اللي كانت كدير الميك اب للدوقه، حيدات الماسك وغطلع ايفا. رولر حتى هو حيد القناع وغيطلع ديابوليك. كيفاش وقع هذا الشيء؟ اجي ندير واحد فلاش باك باش نفهمه. النهار اللي يجمعوا عليهم البوليس في المخبأ اتفقوا على هذه الخطه قبل ما يهربوا. ايفا دارت براسها تعكلات وديابوليك هرب عليها باش يخليو البوليس يحسب لهم راه دابزو. وملي نقزت في الماء فتح ليها مدخل سري هربت منه. والنهار هجم على رولر في المخزن قتلو وخرج الجثه ديالو، ومن ديك الساعه هو داير ماسك ومكمل التمثيل على اساس هو. وهما كيقولوا هذا الشيء غتكون الينا كتطلع عليهم من الكاميو وسمعت كل شيء. جبدات الفردي تيرات في ديابوليك وهي كتهدد ايفا من بعد ما حساب ليها قتلاتو، خرج موراها ضرب حبه غيبها، هزوا المسروقات وتحركوا من تما. مور كاع هادشي اللي وقعو من بعد ما جمع ديابوليك داكشي اللي يكفي حياته كامله، قرر يبعد على عالم الجريمه ويتفرغ لحياته مع ايفا. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معاكم يوسف، نلقاو في فيديو الجاي. بيس.